الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. الزهراء عليها السلام نور من نور جلال الله وعظمته، فهي نور المهج وحجة الحجج، وما يسطر القلم في معرفة فاطمة إلا رشحات من بحر معرفتها. وإنما عرفناها وعرفنا الأئمة الأطهار بما نطق به الثقلان القرآن وأهله، وإلا فقد فطم الخلق عن كنه معرفتها. فطم الخلائق عن تلمس ذاتها، ولذا الإله بفاطم سماها. وما يقال في هذا المضمار ليس إلا غيض من فيض. وبما أن المعرفة أساس الحياة وروحها، كان على كل مؤمن موال أن يعرف عظمة سيدة الأكوان فاطمة، فبالمعرفة يتم الإيمان ويزداد بزيادتها. وبمثل هذا التصور ينبغي النظر إلى هذا المخلوق ذي اللطافة والرقة الروحية والجسمية، وكيف أن الله جعلها مداراً لرضاه وغضبه، وميزاناً للإيمان والكفر. ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلائق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. ويقول صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: ولي أسوة بأمي فاطمة. فالأئمة أسوة الخلق وقادتهم، وفاطمة أسوة الأئمة عليهم السلام. إنها تساوي أبيها في خلقه النوري، إذ قال في حقها: فاطمة روحي التي بين جنبي. فهي تحمل روح النبي وكمالاته العلمية والعملية. فمما ورد عنه صلى الله عليه وآله ظاهر النبوة وباطن غيب لا يدرك. وفي حديث آخر ظاهر النبوة وباطن الولاية. فهي تحمل أسرار النبوة والإمامة كما تحمل أسرار الكون وما فيه، تحمل أسرار الأئمة الأطهار وعلومهم، تحمل أسرار الخلقة وفلسفة الحياة. ولولا مثل هذا المعلول المقدس لما خلق الله النبي والوصي كما ورد في الحديث الشريف المعراجي: يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. ولمثل هذه الخصائص القدسية كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: فداها أبوها. فلا فرق بين الأحد والأحمد إلا ميم الممكنات التي غرق فيها كل شيء، والأم تحمل جنينها وولدها، وفاطمة أم أبيها، فهي تحمل النبي في أسرار نبوته وودائعها، كما تحمل أسرار الممكنات في جواهرها وأعراضها. وبنورها الزاهر ازدهرت السماوات والأرض، فالله الفاطر فطر الخلائق بفاطمة الزهراء وبنورها الأزهر. مشكات نور الله جل جلاله، زيتونة عم الورى بركاتها، هي قطب دائرة الوجود ونقطة لما تنزلت أكثرت كثراتها، هي أحمد الثاني وأحمد عصرها، هي عنصر التوحيد في عرصاتها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى. كيف نحصي ثناها وفضائلها لا تحصى وفواضلها لا تقضى؟ البتول العذراء، الحرة البيضاء، أم أبيها وسيدة شيعتها وبنيها. فاطمة النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده ليهديه السبل،
فهي شعلة الحياة وروحها. زهراء يا أنس الوجود وروحه، غنتك أسراب البهاء تعلقا، وتلملمت زمر الحروف لتحتفي في يوم ميلاد البتول تنمقا.